طيب اغلب الاراء اللي جات لنا على سؤال حلقه النهارده صلاح يكمل ولا ممكن نشوفه مع فريق تاني، الجمهور المصري كله اغلبه بيتكلم على انه لا صلاح يستمر مع ليفربول، حاله الانسجام، المكان اللي وصل لها، المشوار الناجح، تقول انه يكمل مع ليفربول. الاصوات القليله او يعني الاستثناء من القاعده بتقول انه لا، عايزين نشوف صلاح في الدوري الاسباني مع واحد من الكبيرين، اما ريال مدريد او بارسا. في كلمتين، مينا يستمر، شايف صلاح انه يكمل ويفنش في ليفربول ولا ممكن يبتدي او يصنع مجد جديد في مكان تاني؟ انا اتمنى يفضل في ليفربول. صلاح بيتحول لايكون في الدوري الانجليزي بالنسبه لي، انا حلمي اشوف واحد من التوب 5 هدافين في تاريخ البريمير ليج. تمام، سهل طبعا تبقى اسطوره في نادي اوروبي، وما بالك ان ليفربول يعني يجيد تلميع وصناعه اساطيره، لازم يستمر طبعا ويحافظ ويدعم ارقامه زي ما مينا قال، يفضل الواحد ممكن جدا انه يبقى اهم لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي لو كمل وكمل مسيرته لسن متقدم. اتمنى ان ده يحصل ان شاء الله. بمناسبه الهدفين امبارح، هو الحقيقه تقدم في ترتيب الهدافين الافارقه على مستوى بطوله الشامبيونز ليج، يعني هو طبعا دي دروجبا بيحتل الصداره، فرق 13 جول، 44 جول تقريبا، وبعد كده بيجي صامويل ايتو ومحمد صلاح، او محمد صلاح 31 صامويل ايتو الثاني والثالث. طيب نقفل ماتش ليفربول بورتو بالارقام يا مينا. تمام، النتيجه امبارح طبعا 5-1 لليفربول قدام بورتو، 9 فرص منهم 5 تحولوا لاهداف ليفربول مقابل 3، واحده بس منهم لبورتو. نسبه الاهداف المتوقعه والاكس جي 2.8 ليفربول قدام 0.62 لبورتو، الاستحواذ 64%، فده طبعا في افضليه بالنسبه لليفربول قدام 36% لبورتو. تمريرات 647 تمريره منهم 569 مظبوطين او صح ليفربول بنسبه 88%، الناحيه الثانيه بورتو 317 منهم 259 بنسبه 82%، تصويبات 20 ليفربول 13 على المرمى، 6 بورتو 3 على المرمى، العرضيات 8-8 وركنيات 4 ليفربول 2 بورتو. طيب نروح لارقام صلاح يا دكتور وليد. طبعا صلاح يعني بعد ما اطمن للنتيجه يورجن كلوب بدله، لعب 67 دقيقه فقط، احرز هدفين وصنع فرصه واحده وصوب تصويبتين، هو بنسبه نجاح 100%، التصويبتين راحوا اهداف، مرر 22 تمريره صحيحه من توتال 25 بنسبه نجاح 88%، وراوغ مراوغتين صحيحتين من اجمالي 4 مراوغات صحيحه بنسبه نجاح 50%.